एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم ما شاء الله یہ تھے حافظ فیروز صاحب اسلام پوری اور اپنے جلسہ یعنی جسے کمیٹی اس کا بھی حق ادا کر رہے تھے اس کمیٹی میں اس اہل محلے میں یعنی دونوں حضرات حافظ قاری جتنے کے جتنے ہیں اور سارے کے سارے مربی جوان مرد یہ دونوں شامل ہو کر اس جلسہ گاہ کو تقویت پہنچائے ہیں اس لیے قابل مبارکباد ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں